إلى المغرب ومعانا رئيس بعثة النادي الأهلي بطل أفريقيا الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي. مساء الخير يا أستاذ عمري. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. مساء الخير، إزاي حضرتك وكابتن عدلي، وإزاي كابتن، أخباركم إيه؟ ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك ليكوا ولينا والجماهير الأهلي العظيمة والمجلس الإدارة وللكابتن محمود الخطيب والنشاط الرياضي وكل أعضاء النادي الأهلي، ومبروك للجهاز الفني واللاعبين، مبروك مبروك مبروك. كنت شايفك مصاهل القوي في الاتوبيس. اه، وربنا يخلي ايامنا كلها افراح. هو زي ما تقول كده، الضغط اللي كنا فيه في البعثه والحبسه اللي احنا كنا فيها، احنا بقالنا من ساعه ما جينا واحنا محبوسين فقاعه بقى هنا الحقيقه. الحمد لله، يعني نعمه من عند ربنا. وانت عارف الواحد برضو دور انه يتعايش مع اللعيبه ويشجعهم ويحسوا قد ايه ان مفيش فروقات، كلنا على قلب رجل واحد، كلنا النادي الاهلي، كلنا ايد واحده، كلنا متكاتفين، كلنا بنفرح لفرح بعض. بالعكس، فالحمد لله رب العالمين، يعني كانت اعتقد طيبه يا رب الامور، وربنا يتمها لنا يا رب على خير كده ونوصل بالسلامه ان شاء الله. كلكم ايد واحده بتسقف للاهلي، قول لي بقى البطوله دي من بدايتها، يعني احنا لاحظنا حتى من البدايه انه ما شاء الله في تركيز كبير، النتيجه دبل سكور تقريبا في الدور الاول في معظم الماتشات. الحمد لله. بص، انا ما هخش في الحته الفنيه بقى، انا ايه يعني ايه هتحرك معاك كده بقى، ان انا ايه هبقى المساعد بتاع الكابتن عدلي والاستاذ ابراهيم المنيسي في ان انا همرر التليفون كده على كل لا قبل ما تمرر والنبي يا معالي الوزير، قبل ما تمرر، انا اعلم ان هناك بعض الكواليس والصعوبات فاتت بيها البعث عشان الناس ما تتصورش الامور كانت ورديه قوي. او لا 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 خالص، اول حاجه يعني انا عايز اشكر الجهاز الفني اللي دايما عنده رؤيه واللي الحقيقه تحمل الكثير، والحقيقه انه كان بيلعب بطوله افريقيا ومعاه 12 لاعب اول مره يلعبوا في تاريخ النادي الاهلي ويلعبوا في بطوله افريقيا، وبالتالي ده في حد ذاته يؤكد ان النادي الاهلي على الطريق السليم وعلى الطريق الصحيح وبيجهز اجيال جديده للمستقبل، وهي دي القوه اللي متواجده. الحقيقه طبعا السفر بتاع البعثه كان مرهق جدا للغايه، لان احنا حوالي تقريبا 11 ساعه سفر او 12 ساعه سفر ما بين طياره 5 ساعات ونص وما بين اتوبيس حوالي 4 ساعات ونص، غير بقى المطار والكلام ده كله. طبعا احنا دخلنا في بابل والدنيا الحقيقه مقفوله، والاوتيل الحقيقه يعني ما هوش على المستوى المتميز، بالعكس يعني كان الحقيقه مرهق جدا للغايه، انما احنا التزمنا واللعيبه كانت رجاله والحقيقه والجهاز الفني وكله كان متماسك. طبعا في ملفات كتيره، في صعوبات كتيره، في امبارح كان عندنا الحقيقه في السيمي فاينال لاعب من لعيبه النادي الاهلي اصيب ولعب وهو ايديه مكسوره وهو مكسور، ورغم ده تحمل على نفسه. مين هو محسن رمضان الحقيقه، واحد من مهم محسن رمضان. لعيب مهم طبعا، وعشان كده يمكن بص بقى الاخلاقيات العاليه بتاعت لعيبه النادي الاهلي، ان لما طلع كابتن اسلام يستلم الكاس ناداه ووقفه جنبه، يعني يمكن لو الاذاعه موجوده عندكم هتلاقي ان هما الاثنين كانوا بيستلموا الكاس، لان كلهم كانوا متفقين لانه البطوله دي الحقيقه والمباراه النهائيه دي يدوها لمحسن رمضان، لانه اللاعب كان عايز يلعب ماتش النهارده وهو ايديه مكسوره. يعني احنا لعبنا النهارده من غير محسن رمضان. لعبنا من غيره النهارده. والله العظيم ده حاجه، يعني ما هيبقى الباك رايت بتاعك المهم جدا غايب عنك فجاه، ده يعني وتتجاوز هذا الامر وتكسب بالشكل المريح ده. الحمد لله، ده مستوى عام. الحمد لله الحقيقه، بشكر الكابتن طارق محروس والكابتن ياسر الرملي والجهاز الطبي الحقيقه وكل المجموعه والكابتن هاني الحقيقه المدير الاداري اللي يعني شعله نشاط في البعثه الحقيقه بجد. يعني مبسوط منهم يا استاذ عمري؟ يعني مش خساره الانفاق اللي انفقتوه على اللعبه دي يعني ولا؟ احترام والتزام وادب واخلاقيات عاليه وقيم وشباب زي الفل وزي الورد ودكاتره ومهندسين وشخصيات متعلمه وحاجه، يعني مش قادر اقول لك غير ان حاجه تشرف حقيقه. يعني انا شخصيا على المستوى الشخصي مبسوط جدا 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 ان انا موجود في البعثه دي، وطبعا الحقيقه البعثه كانت طالعه بتكليف رسمي من الكابتن محمود. يمكن الكابتن محمود نفسه الحقيقه لما جينا نتكلم مين هيترأس البعثه، قال لي يا عمري البعثه، قال لي يا عمري احنا محتاجين البطوله دي ومحتاجين البطوله دي محتاجه تترتب بشكل قوي ومحتاجك تطلع رئيس البعثه. والحمد لله رب العالمين، نعمه من عند ربنا وفضله، ربنا جبر بخاطرنا جميعا والحمد لله كنا على مستوى المسؤوليه. طب بسرعه برضو عشان نبتدي نحتفل بابطالنا، تاثير هذا التمثيل المشرف الذي توج بالفوز على اولا الجاليه المصريه هناك من خلال الارصاد العام
والسفاره وانطباعاتها. الحقيقه طبعا انت عارف عشان احنا في بابل، فكان بيصعب على السفاره المصريه انها تتواجد في الماتشات او في الصاله. انما الحقيقه معالي السفير اشرف الحقيقه كان على تواصل مستمر الحقيقه من اول ما وصلنا لحد الحقيقه النهارده، وعلى تواصل يومي معايا. وطب في اي حاجه نقدر نقدمها؟ طب ليكم اي طلبات؟ طب السبورت القوي الحقيقه والدعم المعنوي القوي جدا للشكل العام كان الحقيقه ايجابي جدا. كمان الحقيقه الكابتن محمود كان على تواصل مستمر الحقيقه معايا، وكان في اتصال دائم معايا الحقيقه، وبيبعت تملي يعني ثقته في اللاعبين. وانا كنت الحمد لله نعمه من عند ربنا بوصل الحقيقه للاعبين كل الكلام ده، وكنا بنؤكد تملي ان الكابتن محمود الحقيقه بيتصل وعنده ثقه فيكم، وعارف كويس قوي ان انتوا رجاله، وعارف ان انت تقدروا تاخدوا البطوله واحنا محتاجينها. فالحقيقه الولاد كلها كانت مركزه تركيز عالي جدا، والحقيقه مستوى متميز جدا جدا جدا.